النائب عن محافظة المثنى والمنتمي إلى كتلة بدر النيابية علي لفتة جهازا أمنيا لم يسمه بالتقصير بالتعامل مع السيارتين المفخختين اللتين فجرتا في مدينة السماوة، وأشار إلى أن الجهاز الأمني كان يراقب ويرافق حركة هاتين السيارتين منذ انطلاقهما من بغداد وحتى وصولهما إلى مدينة السماوة، وفشل في التعامل بمهنية معهما، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في السماوة لم تبلغ بالأمر إلا قبل 10 دقائق من انفجارهما، متسائلا عن الدوافع وراء هذا التصرف، ومطالبا رئيس الوزراء بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة الدوافع وراء هذا التصرف. لكن مع الأسف هذه يعني الجهة الأمنية لم تفجر السيارات في الطريق الطويل ما بين بغداد والمثنى، ولم تتخذ أي إجراء استباقي لعدم الوصول إلى محافظة المثنى، وبالتالي جاءت هذه السيارات للهدف المرسوم لدى داعش وفجرت هذه السيارات في منطقة مهولة بالسكان. ليثير استغراب أن قائد عمليات الرافدين يتصل بقائد الشرطة أن يترك يعني موضوع السيارات باعتبار أن جهة أمنية موجودة ترافق هذه السيارات ومسيطرة على هذه السيارات وتستطيع أن يعني تقضي على هذه الأهداف دون أن يكون ضرر. وتقول مديرية شرطة المثنى أنها أبلغت بدخول السيارتين قبل دقائق من انفجار السيارة الأولى والتي تم محاصرتها من رجال الشرطة، والذين أصيب 14 عنصرا منهم في الانفجار، متحدثة عن ضعف في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة. يكون هناك عدم تنسيق بين الأجهزة الأمنية خاصة ما بين المركز والمحافظات، مما أدى إلى خرق أمني واضح في محافظة المثنى. يعرف الجميع ويعلم أن واجب قيادة الشرطة هي المراقبة والتفتيش وقطع الطرقات، ولكن كنا نعتمد على المعلومات الأمنية. حقيقة لم تردنا المعلومات الأمنية إلا خلال 10 دقائق، وهذا الوقت لا يكفي للمعالجة. وبعيدا عن هذا الجدل، ما زال مشهد الحزن العميق يسيطر على صورة الحياة اليومية في هذه المدينة، والتي سجل ملفها الأمني هدوءا نسبيا طيلة السنوات الماضية. فلليوم الثاني على التوالي يجتمع الأهالي صغارا وكبارا لإشعال الشموع واستذكار الضحايا في موقع الانفجارين. آثار الفاجعة ما زالت لا تبارح الأهالي الذين فقدوا أكثر من 120 ضحية بين قتيل وجريح، أغلبهم من الكسبة والأطفال والنساء. فضريبة كانت هؤلاء الشهداء، وهم من الأطفال ومن الطبقة العاملة. واحد جحفر على عبد الحسين وصاحبهم جيران حسين كاظم بالفجار همين، بس حالته خطيرة. من السماء، وأحمد السعيدي، الحرة.